نرجع تاني مع بعض ولسه في اخبار نادي الزمالك. الزمالك بيخاطب الاتحاد الافريقي الكاف لتحديد ملعب فيتا كلوب، قال لهم يعني اللي هو عايز يلعب في استاد اسكندريه. احمد توفيق يعني بيقول ان هو عايز يخوض تجربه الاحتراف في الفتره القادمه. انتوا عارفين ان احمد توفيق عقده هيخلص مع نادي الزمالك في شهر يناير القادم. عبد الواحد السيد عمل شكوى في نادي الزمالك عشان مستحقاته الماليه القديمه اللي ما خدهاش، وبيقول انا بحب نادي الزمالك جدا والمسؤولين في نادي الزمالك هم اللي اضطروني اللي انا اشتكي عشان اخد فلوسي. ان هو بيقول يعني كان بيحاول يسلك الطرق الوديه والقنوات الطبيعيه يعني مع نادي الزمالك، ولكن هو بيقول انا بعشق نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك جدا، لكن عايز برضو اخد حقي، وده اللي خلاه يعني يبعت شكوى لاتحاد الكوره عشان ياخد مستحقاته من نادي الزمالك. انتوا عارفين عبد الواحد السيد انضم لنادي مصر المقصه لمده موسمين. محمود فتح الله انا كنت قلت لكم امبارح ان هو هيوقع في نادي طلائع الجيش، وفعلا هو وقع امبارح لنادي طلائع الجيش لمده موسم، هيلعب موسم مع نادي طلائع الجيش. وفتح الله هيكون ضيفنا النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا. زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت او في بدايه الحلقه ان الامن رافض ان الجماهير تخش مباراه الزمالك وفيتا كلوب. الوايت نايتس اصدر بيان من خلال صفحته على الفيسبوك بيقول ان هو يعني بيتحدى وعايز يخش مباراه الزمالك وفيتا كلوب رغم ان الامن رافض وجود الجماهير. طيب نروح لمكالمه مهمه جدا مع المستشار مرتضى منصور اللي وحشني جدا وبقالي اسبوعين ثلاثه كده ما بكلموش في او مش بكلموش مخاصمه، لا بالعكس انا بتشرف بيه دايما، لكن ما كناش الفتره اللي فاتت بنتكلم كتير على التليفون في برنامجنا كرة كل يوم، لكن النهارده مشرفنا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار ازاي حضرتك وكل سنه وانت طيب. طب يا كريم انت بتكلمني وانا قريب منك، رايح عندي مع معتز المرداش في الحياه البنفسجي حلقه مهمه جدا. انت كده بتخلي الناس تقلب، الناس بتتفرج. لا خليهم معاك شويه، دمي 10 دقايق ان شاء الله. طيب ازيك يا سياده المستشار كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا كريم. اخبار حضرتك ايه والزمالك اخباره ايه؟ كله تمام، بس انا يعني بعتب على الاعلام خاصه اعلام محترم ان عيال صيع تطلع بيانات ينشروا لهم هذه البيانات. العيال البلطجيه وصيع الوايت نايس الحقيقي المعيال المحترم المؤدبين بيتشتموا وبيضربوا منهم. النهارده خد هذا الخبر، الثلاثه البلطجيه اللي طبق عليهم النيابه حبستهم دلوقتي لسه مخلص صحيح. اثنين قبضوا على صاحب الاتوبيسات البلطجي اللي نقل البلطجيه بالسواقين بتوعه. واخد بالك؟ ما عادش فيه هزار يا كريم، والعيال الصايع اللي مطلع البيان دون مش عايز اقول لك احطوه فين. وانا معاهم. انا يا كريم حاولت مع المحترمين، والمحترمين انضموا خلاص في الجماهير البياني، يعني في ولاد في الـ في الـ في الـ في, الـ في الروابط دي محترمه. واخد بالك؟ لما جينا نطلع الدعوات بتاعت الماتش بتاع مازيمبي المره اللي فاتت في اسكندريه. اللي خد دعوه هددوه يقتلوه. لا لا هتامك انت وهو. لا يا احمد يا شبرا انت وجودزيلا واحمد بحر والبلطجيه دي. وانا النهارده اصدرت قرار ممنوع حد في نادي الزمالك اجهزه فنيه اداريه مجلس ادارات يتعامل مع مذيع اسمه خالد الغندور. قول لي ليه بقى؟ ليه بس اللي خالد الغندور؟ لانك انت النهارده لما تجيب رئيس نادي الزمالك على التليفون ويقول لك اللي حصل، وتجيب بعديها بنص ساعه بلطجي هربان من الشرطه اتحبس النهارده عشان يقول وجهه نظره، يبقى انت لا تصلح ان تكون مذيعا واعلاميا لانك جاي مجرم. يعني ينفع واحد دلوقتي ارتكب جنايه سرقه تمام؟ انا جبت مدير الامن او جبت سياده المستشار النائب العام او جبت اي حد بعديها اجيب الولد الحرامي البلطجي عشان اخد وجهه نظره يا حبيبي؟ لا الكلام ده انتهى. بص هو ممكن عايز يدافع عن نفسه. لا يعني لا مش فيش وجهه نظر البلطجي. حضرتك كمحامي وك يعني راجل بص يا محامي كبير بتبقى دايما المتهم. اسمع اي حد هيستضيف البلطجيه دول او يتكلم عنهم خلاص الزمالك مقاطعه، مش انا لوحدي كل الانديه خلاص، ده قرار من لجنه الانديه. ليه؟ الظاهره دي بقت ظاهره اجراميه. انت عايز تشجع فوق دماغي. كريم ينفع يوم ماتش يوم الزمالك خد الكاس يجوا النادي يافطه معموله انت مش عارف شفتها ولا لا؟ يافطه مذيعه لاول مره تتعمل نادي الزمالك نادي الوطنيه والكرامه. شفتها. نعم؟ شفتها طبعا شفتها عندنا. ينفع يجي يحطموها يوم ما خدنا الكاس؟ وتقول لي ده جمهور؟ لا دي بلطجيه. ينفع يا كريم تبقى زوجتك ولا ابنك قاعد
على حمام السباحة ولا في مبنى الاجتماع ولا اللي بيصلين يخشوا يضربوا نار وقنابل وهم داخلين وخارجين ويضربوا الناس، دول يبقوا جمهور، دول بلطجية. وأي حد هيستضيفهم جورنال قناة ملهاش علاقة بنادي الزمالك يبقى أنت خلاص قناة البلطجية، خليك مع البلطجية. كلام ما فيهوش هزار. طيب معركة مع العيال البلطجية الماتش أنت عارف، اسأل وزير الداخلية يا كريم أو اسأل أسامة بن الصغير أو اسأل سيد شفيق، اسأل أمين عز الدين، أنا عامل مشاكل كبيرة عشان أرجعهم يخشوا المدرجات. يقول لك ده طرطور ده أبوك، يعني أسف يا كريم اللي بيقول طرطور ده أبوك يا ابني اللي طرطور عشان ما يعرفش يربيه. طيب سيادة المستشار، الوحيد يا كريم اللي تم دعوته امبارح في افتتاح قناة السويس الجديدة كان مرتضى منصور، لأنه شخصية سياسية قبل ما تكون رياضية، لوشات عال سيع. وبعدين نادي النتيجة اهو، والنهارده الناس بتتكلم عن تسليح النادي، ابعت أي حد كل النادي مسلح ومسلح علنا، والكلام ده اتقال للنائب العام المحترم، انا بشكره وبشكر السيد رئيس النيابه احمد دبوس للشغل اللي عاملينه، وبشكر الشرطه النهارده بعد ما كان ليها حساب عليها انها ابتدت تقبض على اهل المجرمين وما بقتش بتخاف منهم. واحمد شبرا وجودزيلا والعيال دي وبوجي وسيد مشاغب، الكلام ده كله خلاص انتهى. انا عايز الجمهور الحقيقه كريم اللي بيخش بيحب النادي. شفت ماتش الافريق التونسي والزمالك حصل فيه ايه؟ شفت البلطجه يوم ما وقعت الجلابيه؟ شفت الماتش بتاع الكونغو عملوا فيه ايه؟ طيب عاملين بيان، البيان ده قول لهم يحطوه فين. خلينا طيب نخرج من قصه الالتراس او المشاكل دي ونتكلم على الاسلوب الحضاري ان شاء الله اللي احنا عايزين نشوفه. زي انا كنت بدي مثال لسه من يومين ان جمهور نادي الاتحاد السكندري في المقاويه مالي استاد اسكندريه وكل الامور تمام، وكنت لسه من شويه سياده المستشار بتكلم على عوده الجماهير في ماتش الزمالك وفيتا كلاب. هل حضرتك انا محرج انا بص ان السيد وزير الداخليه كان معايا امبارح استاذ رئيس الجمهوريه، انا محرج اتكلم وزير الداخليه بصراحه بعوده الجماهير في ماتش فيتا. انا خجلان، عارف ليه؟ لان بيقول لي ده كانوا اقتحموا النادي الاجتماعي وضربوا المصلين اللي بيصلوا ساعتين وراجعين، ضربوهم وعوروهم وسرقوا الموبايلات والكاميرات بتاعت المصور، انت عارف المنهراوي واخد بالك، وضرب النار حي في نادي محترم. انا محرج اكلمه بصراحه، انما اللي عملوه جمهور الاتحاد المحترم اللي وانا قلت الكلام ده قبل كده واساله الدكتور محمود مشالي لما كلمني قال لي يا استاذ مرتضى انا طبعا بحب الاتحاد السكندري زي الاسماعيلي زي الانديه، انا راجل رئيس لجنه طبعا قاعد عند السيد وزير الداخليه الجماهير، انا كلمت السيد الوزير ودعمت الجماهير تروح تحضر المقاوله بتاع الاتحاد. تخيل انا بقى بعمل ده ومحرج اكلم عن النادي بتاعي بعد البلطجيه المجرمين دول اللي ثلاثه منهم النهارده في السجن والباقي ان شاء الله حياه امي. يا احمد يا شبرا خليك هربان طول عمرك. طيب رسائل ثانيه واحده ماشي، لكن لما تقولي البيت وترموا لي بتاعتين قنبلتين على البيت اقول يا مامي يا سادة يا فاضل، انا كنت رئيس لعبه ابنوب البداري اشتغلت مع الصعايده الرجاله، ده انا من ده انا دايرتي اجا ومتغمر دول بياكلوا وحوش. اوعوا المره دي النمره غلط يا كريم. وبقول تاني مش معركتي لوحدي، خلي بالك هم دول اللي بيروحوا يولعوا الجامعه، هم دول اللي بيحرقوا الاتوبيسات بره، هم نفس المجموعه. خلي بالك، فاحنا عايزين نفوق بقى اعلام يساعد، رؤساء انديه تساعد، الامن شغال، النيابه العامه والقضاء شغال، انما عصر الفوضى والبلطجه انتهت. انت يا كريم بقول لك تاني دايما مراتك تخش نادي في ضرب نار واحنا ما عملناش حاجه. لا طبعا انا خايف عليهم كريم. طبعا جايب احسن لعيبه وجايب حسام حسن المفروض الجماهير بتحبه، ايه الغلط اللي انا ارتكبته؟ وسال وزير ايه كلم وزير الداخليه، يعني انت برضه كان سبب من اسباب تعيين كابتن حسام ان جماهير الوايت نايتس بيحبوا الكابتن حسام، فانت عايز يعني في نفس الوقت تفيد نادي الزمالك وتخلي الجمهور مبسوط. كريم فرق بين جماهير النايت وايت وفرق بين بلطجيه برضه الوايت نايتس مش كلهم وحشين، يعني في ناس بتعمل شغب وفي ناس محترمه. بتكلمني عن جماهير الوايت نايتس دول فوق دماغي، البلطجيه دول لا، البيت عيل دول وحياه امك انت وهو دخلكوا السجن بايده، انما تخش البلطج ونادي ام بقول لك زوجتك ولا بنتك ولا اختك يا كريم قاعده واخد بالك ده ضرب نار، وانا ما عملتش حاجه، انا لا فاشل ولا. وبعدين ايام ممدوح عباس ده انتوا كنتوا بره، لكن انت دخلت جوه النادي يا راجل. ده انا تكريم للوقت ناس عملت ايه؟ انت عارف بعت لمحافظ الجيزه اساله ابو عمرو حسين اسالوه الوحيد اللي دعمه اسالوه خلاص، وسميت النفق اللي بيربط وزاره الشباب بنادي الزمالك نفق شهيد الوايت نايتس عمرو حسين. ها؟ ايه الاجرام اللي احنا عايشين فيه ده؟ يعني شوف التكريم اللي انا عامله وانت جاي تهاجم على النادي وتقل ادبك على النادي وتكتب لي الفاظ مسيئه وتفكرني اقول لي يا مامي وحتى امك انت وهو، انا معاك لغايه الاخر. كنت طيب على احمد بحر طبعا اتحبس النهارده، وسيد مشاغب هيجيبوه، واحمد شبرا هيتجاب، واد اسمه وشادي، كل دول هيتجابوا. ليه؟ طيب
انا ما ظلمتش حد يا كريم، هم اللي ظلموا نفسهم للاسف وقالت لي بس بحب نادي الزمالك. ده انتوا اقتحمتوا الماتش بتاع حرس الحدود فاكر يا كريم؟ خسرنا نقط. ماتش افريقيا التونسي طلعنا بسببهم. لا ينسوا ينسوا، لا عايز اقول لكم في رئيس نادي دكر خلي بالك قلبه قلب اسد، وبعدين لا حرامي اراضي اخاف ولا عندي راحة ابداع على راسي اخاف، وانا ما بقتلش حد بره، انت في الشارع انت والامن. طيب قلت بوابه النادي قلت تاني هتضرب طلقه هتاخد طلقه خرطوش. طيب خليني بس قبل ما تخش مع الاستاذ معتز المرداش الحق اسالك كام سؤال كده مهمين يلا داخل عليها. طيب يعني اول حاجه طبعا تعيين الكابتن احمد حسام ميدو والكابتن محمد صلاح في قطاع الناشئين كرئيس قطاع الناشئين ومدير فني لقطاع الناشئين، ولا لسه الموضوع ما تمش بشكل رسمي؟ لا احنا طبعا هنستفيد من احمد حسام واسماعيل يوسف وعبد الحليم علي ومحمد صلاح، وهنعمل احنا هنرتب العمليه دي ان شاء الله باذن الله بكره باذن الله. لكن لسه ما تمتش بشكل نهائي. كابتن احمد احنا عندنا مدرسه الكوره وعندنا اكاديميه عندنا اشراف فني وعندنا قطاع ناشئين، والكابتن محمود سعد اللي طبعا الناس بيقول لك ان انا مشيته، لا محمود سعد اترقى مدير نشاط الرياضي. نشاط الرياضي انت سيادتك كنت مدير امن بقيت مثلا وزير، كنت مامور بقيت مدير امن، يبقى انا رقيتك ولا مشيتك؟ كابتن محمود اتكلمت معاه في القصه دي وزعلان ولا هو موافق على المنصب؟ كلمته طبعا كلمته طبعا. موافق على المنصب الجديد يعني؟ كلمته قلت له محمود ابني من ابناء نادي المخلصين، كلمته قلت له انت دلوقتي النهارده زي ما قلت لك مامور اسم مسؤول عن قطاع صغير تمام؟ بقيت مدير امن مسؤول عن كل الاقسام واخد بالك؟ وهنستفيد طبعا من الدكتور حماحمي معانا في مجلس الاداره. ايوه ايوه. طيب بالنسبه لموضوع الشكوى بعض اللاعبين يعني اشتكت نادي الزمالك مثلا عبد الواحد السيد على سبيل المثال. انا حزين لعبد الواحد طبعا. محمود فتح الله ما اشتكاش، محمود فتح الله ولد متربي وما اشتكاش. ان شاء الله هنوصل معاه لحقوق، لكن عايز اقول لعبد الواحد رئيس النادي اللي صمم تحضر الماتش عشان تحمل الكاس وكان عايز يكرمك وتبقى في النادي شغال في النادي واخد بالك، ولا مالين الدنيا تساوي الموقف ده يا عبد الواحد. طيب سياده المستشار يعني عرض حضرتك لعبد الواحد السيد ايه؟ اللي هو ياخد ايه من مستحقاته برضه عشان نبقى عارفين انت عرضت عليه ايه وهو رفض او الامور تمشي ازاي؟ هو عبد الواحد السيد اساله هيقول لك المبالغ الوحيده اللي خدتها من مستحقاتي كلها في زمن مرتضى منصور. تخيل يعني ما كانش ياخد فلوس. انا عشان بسال يعني حضرتك سبت الاخ ممدوح بس انا واثنين وثلاثه وجاي تمسك في رقبتي انا في الشهرين اللي جبتهم لك، ومع ذلك اتحدى لاعب يقول انه ليه مليم من ساعه ما جيت. خلي بالك مليم. لكن انا كنت اتمنى ان عبد الواحد السيد يقعد مع احمد سليمان واحمد مرتضى المسؤولين عن الملف دون بادب وباحترام يصفوا المديونيات اللي مش عليا اللي على الاخ ممدوح عباس بكل ود واحترام. للاسف يعني اللي عبد الواحد ده كان كابتن الفريق وساله لما كان مصاب وقعد سنه انا اللي عملت له عقد وحلقته، طب ما يبقاش رد جميل انه يروح يشتكي ناديه، وبعدين يا اخي الدنيا ما طرتش وانت تعاقدت مع نادي تاني وده وارد انا ما عنديش مشكله. اكسب يعني انت برضه ما قلتلوش اتنازل عن مستحقاتك كلها، كنت هتدي له جزء. لا لا هو عارف طبعا. يعني هو بيقول ان هو ليه حوالي 6 مليون جنيه مثلا في نادي الزمالك، انت حضرتك كنت هتدي له قد ايه؟ 6 مليون عند الاستاذ ممدوح بس مش عندنا. اسالك وعشان دي هو ده السؤال يا خالد يا استاذ كريم، السؤال ايه؟ سيادتك ليك 6 مليون على مثلا مدار 4 سنين تمام؟ وحضرتك ما طلبتهمش ليه من اول شهر وشهرين وثلاثه وسنه وسنتين؟ حضرتك ليه سبتهم لغايه ما تكومه وجه الراجل اللي النهارده انا كلمت حلمي طلال قلت له تعالى ليك كام مستحقات وجددتهم واديت له جزء. والله خد بالك نادي بتاع حلمي نادي المنصوره كان ليه فلوس اديتها له، نادي بني عبيدي يعني انا بدي الناس فلوسها. أيوه. اللي مش عليا اللي قبل كده بالظبط. طيب بالنسبه لموضوع محمد عواد وويليام جبور، محمد عواد يعني هيرجع الفلوس اللي كان خدها قبل كده؟ عواد اعتبره رجع الفلوس خلاص، ولد مؤدب. وانا قلت قبل كده مش هخسر الاسماعيليه عشان عايز الاهلي. وكان حسني عبد ربه جاي خلي بالك. ما هو كان لسه حسني معايا على التليفون دلوقتي وقال لي انا كلمت المستشار مرتضى منصور. قال لي قال لي واعتذر واساله انا قلت له ايه؟ قلت له الاسماعيليه اولى بيك يا حسني. ايوه بالحرف كده الاسماعيليه اولى بيك. اما احمد فتحي فكلام نهائي ملوش ثالث. احمد فتحي متعاقد مع نادي اتحاد جده وقبض الفلوس وعلى ذمه نادي اتحاد جده. هو اللي بعته الارسنال علشان نادي اتحاد جده. عنده اجانب العدد ثلاثه وثلاثه يعني. هو احمد فتحي دلوقتي المفروض متعاقد مع اتحاد جده ولا بيدوروا له على عقد اعاره؟ نعم بيدوروا له على عقد اعاره عشان يعيروا. احمد فتحي لو اتحاد جده هيعيره هيعيره للزمالك. والله
مش عارف مين رئيس النادي. اه ما انا عارف ان انت لها علاقات جامده جدا مع الاستاذ منصور البلوي والاستاذ ابراهيم البلوي. اخوه طبعا. اه استاذ منصور البلوي بالظبط. دايما علاقات جامده بالظبط بين يعني ممكن احمد فتحي يلعب في الزمالك يا سياده المستشار؟ والله لو ادوه لنا هديه السنه دي. طب واحمد هيوافق ولا ما مش موافق؟ لا احمد ما عندوش مشكله، احمد لاعب محترف. لو قلت له روح فين هيروح الراجل، وبعدين ده راجل النادي الشريف خلاص بقى ملك للنادي. اما ويليام شيبور فده كلامي واضح. اللعبه اللي بتتعمل اليومين دول مش هتمشي عليا. اللعبه بقى انا اشتريت ويليام وايمن عبد العزيز من ايمن حفني من نادي طلائع الجيش المحترم، وفي اربع لعيبه خدوهم ورضا عزب خدوه مقابل الاثنين. ايوه لما تيجي النهارده تقول لي اصل انا بقى انا هتفق انا ابيع ويليام انا لنادي البرتغال، اقول له لا انا مش عبيط، ده نادي مؤسسه عسكريه محترمه، ولو وصلت رئيس الجمهوريه هوصلها له. جدتك بعت ويليام لنادي الزمالك، حضرتك ما تقدرش تبيعه تاني انت لا للبرتغال ولا لغير البرتغال. جالك فيه ارشاد بس هو اتقال في البرتغال حتى من خلال نادي اللي هو ريو اف ان هم بعتوا او دفعوا 170 الف يورو واشتروا خلاص ويليام جيبور. لا يبقى هنا يتحاكم الاخوه اللي باعوه على طول. حضرتك بايعوا نادي الزمالك وانا مش هقبل 2 مليون جنيه يرجعوا لي بتاع ويليام. 2 مليون جنيه ما كانش 2 مليون، كان 2 مليون ورضا عزب ها 450 الف جنيه لما رجعناه تاني. واربع لعيبه. الكلام ده مش هيبقى ماشي. حضرتك ال 170 الف يورو يجوا لنادي الزمالك. اذا وافقت ان انا ابيع، لانك حضرتك بعتهولي. قال لك ينفع حضرتك بتبيعه مرتين ازاي يعني؟ بس خلي بالك ده ال 2 مليون اكتر من 170 الف يورو، 170 الف يورو يعني مليون و700. انا ما اعرفش المليون و700 كام، انا ما اعرفش يعني. بس حضرتك بتقول حسبه ثانيه ان في اربع لعيبه وفي 450 الف جنيه، فانت كده يعتبر 4 مليون. بالظبط. خلاص وعندي 450 الف، لا الكلام ده مش هيمشي يعني. واللي فكر بالطريقه دي ما اعتقدش المؤسسه العسكريه المحترمه تقبل ان يبقى في لعب كده. ما تقبلش. زي ما احنا التزمنا وشيكاتنا راحت في الميعاد وانصرفت، واخد بالك؟ احنا كنا واخدين صفقه اثنين ايمن وويليام مع بعض. والصفقه ثمنها 6 مليون واربع لعيبه، واخد بالك؟ ورضا عزب. ايوه. فلما تيجي تقول لي النهارده لا معلش يا اصل انا نروح راس يبقى ايمن حفني ب 6 مليون، يبقى انا واللعيبه ب 4 مليون يعني كمان 10. يبقى انا اهدرت المال العام وانا مش هرتكب جريمه علشان حد بيلعب. فانا بقول للناس اللي بيعمل اللعبه دي مع اللاعبين لن اسمح بده، وحتى لو وصلت للسيد وزير الدفاع وصلها، للسيد رئيس الجمهوريه وصلها. طيب سياده المستشار يوم الاثنين الجاي في اجتماع لجنه الانديه، حضرتك هتحضر خلاص؟ لا انا طلبت يتاجل بس 24 ساعه عشان يبقى ماتش الزمالك وفيتا يوم الاحد ان شاء الله الليل، فمش هنرجع. فلو يعني وافقوا انهم ياجلوا لغايه يوم الثلاث طبعا هطلع. موافق ان رئيس لجنه الانديه ما يكونش ولا رئيس الزمالك ولا رئيس الاهلي؟ لا شريف حبيب مش هيشم لجنه. انا مش بتكلم عن شريف حبيب، انا بتكلم عامة يعني. لا اي هو ولا رئيس الاهلي ولا رئيس الزمالك يبقى رئيس لجنه الانديه يعني. حد قال الكلام؟ كان في اتفاق، يعني مش اتفاق، كان في يعني اتعرضت على يعني اعضاء اللجنه عرضوا على بعض القصه دي عشان ما يكونش في حساسيه، وقال لك نخلي اذا كنت انا قلت انا بنتخب الاهلي يبقى فين الحساسيه؟ والله احنا عايزين شخصيه قويه محترمه واخد بالك، تقدر تقابل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير الماليه، تقدر تحل مشاكل الانديه. يعني انت لو المهندس محمود طاهر ترشح لمنصب رئيس تديله صوتك علنا، ده معناه ان خلاص اي زعل او اي خلافات كانت مش موجوده؟ خلاص لا شيء. طب كويس، ايه اللي حصل طيب عشان الامور تهدى كده؟ لا اللي حصل ان كان خلاف وجهه نظر بس، ما كانش خلاف يعني. تمام كويس، دي حاجه كويسه. ولو رشح نفسه انا هدي له صوتي علنا، حاجه كويسه. النادي الاهلي في النهايه انا مش بدي صوتي للنادي، لا بدي نادي كبير طبعا ببطولاته باعضائه بجماهيره النادي الاهلي. طب دخلت على متوقع ايه؟ طب سريعا كده الماتش فيتا كلاب يوم الاحد ان شاء الله والزمالك. الزمالك يكسب ان شاء الله، نكسب يعني ان شاء الله، هنكسب باذن الله ان شاء الله بامر الله. بشكرك سياده المستشار. عايز اقول لك حاجه بس كريم. اتفضل كريم. من ساعه الاهلي ما طلعت الزمالك ما ياخدش بطولات، وكل البطولات بطولتين الزمالك خدهم من غير الاهلي ما تحصل. الاهلي احسن على الانديه. بلاش قرف. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار مرتضى منصور طبعا، ودي وجهه نظره ودي تصريحاته بنحترمها وبنحترم كل الاراء. مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. تعالوا نكمل سريعا طبعا اي حاجه يعني تصريحات ضد اشخاص ضد كذا
مع الاحترام للجميع، بنحترم كل الناس وبنشيلهم فوق دماغنا، ما عندناش مشكلة خالص مع أي حد. طيب نكمل سريعا عشان نخش للفقرة العالمية، وبعدين هنستقبل كابتن محمود فتح الله. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بيقول يعني رحيل أحمد حمودي مش مؤثر بشكل كبير قوي على نادي سموحة، وفي لعيب سوبر هيكون موجود في نادي سموحة خلال الفترة القادمة، هنشوف ايه اللي هيحصل. بيقول ان هو يملك البديل اللي هيكون محط الانظار الاندية العالمية والاندية المصرية، واللي هيكون التعاقد مع اللاعب ده خلال ايام. هنحاول كده ندعبس ونشوف المهندس فرج عامر عايز يتعاقد مع مين. انتعشت خزينة النادي المصري بمبلغ 6 مليون جنيه اللي دفعهم نادي الزمالك في احمد الشناوي حارس المرمى، فدي عملت انتعاشة للنادي المصري في الناحية المادية. طلاع الجيش عايز يتعاقد مع عرف السيد مهاجم نادي الزمالك. اجازه ثلاث ايام لعبت المنتخب الاولمبي قبل التجمع لمباراه عمان. كابتن ياسر رضوان مدرب منتخب مصر للشباب هيعلن اسماء لعيبه منتخب مصر للشباب المسافرين لكونغو يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله، هيكون حوالي 20 او 22 لعيب. نادي طلائع الجيش وافق على بيع ويليام جيبور لنادي ريو اف البرتغالي مقابل 170 الف يورو. كابتن فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكورة رشح الكابتن عبد الظاهر السقا نجم مصر السابق طبعا لتدريب منتخب 2000، منتخب هيتم ان شاء الله اعداده وتكوينه منتخب 2000، وبرده كابتن سامي الشيشيني كمان مرشح لتدريب منتخب 2000. منتخب الناشئين اللي هو مواليد 98 رجع النهارده من الكونغو بعد صعودهم للمرحلة النهائية لتصفيات امم افريقيا، وهيلعبوا مع منتخب جنوب افريقيا ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ويصعدوا لبطوله افريقيا. عمرو زكي بينفي الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت ان هو وقع لنادي العهد اللبناني، بيقول ما وقعتش ولسه ما حسمتش موقفي لغايه دلوقتي. نور السيد النهارده وانا بكلمكم زمانه قاعد مع المسؤولين في نادي الدفاع الحسني الجديد عشان يوقع العقد الجديد، عقد انضمامه لنادي الدفاع الحسني، هو راح المغرب اول امبارح وانتظم في تدريبات نادي الدفاع الحسني الجديد مع كابتن حسن شحاته والكابتن طارق مصطفى، لكن لسه ما وقعش، المفروض الجلسه النهارده للتوقيع. كابتن حسن شحاته هيبدا مع الدفاع الحسني الجديد ان شاء الله ماتشاته في الدوري المغربي يوم 24/8، واول مباراه عنده مع فريق اسمه نهضه بركان في خارج ملعبه في ملعب نهضه بركان، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. هحاول انا اسافر المغرب اتفرج على الماتش ده باذن الله، ونسالت كابتن حسن كده في بدايه مشواره في الدوري المغربي. اسامه حسني لاعب النادي الاهلي وحرس الحدود السابق جاله عرض من نادي ذات الراس الاردني، ولكن رفض اللي هو ينتقل الى النادي الاردني واعتذر لرئيس النادي. في انباء كده عن ترشيح الاستاذ جمال الوالي رئاسه الاتحاد الافريقي لكره القدم خلفا لعيسى حياته، وفي ترتيبات كده يعني شغاله دلوقتي عشان يحضروا الاستاذ جمال الوالي طبعا رئيس نادي المريخ السوداني للانتخابات القادمه في الاتحاد الافريقي. وجاءت تصريحات الجزائري محمد روراوه مؤيده لترشيح الوالي حيث اعلن عدم الترشح وقال المح الى اعتزال العمل في المنظومه الافريقيه لعامل السن. يعني كان في كلام ان روراوه يترشح، ولكن روراوه قال لك لا خلاص يعني انا اكتفيت ب المناصب اللي خدها في الاتحاد الافريقي في الفتره اللي فاتت، فبيعدوا دلوقتي الاستاذ جمال الوالي رئيس نادي المريخ السوداني ليكون الرئيس القادم لاتحاد الكره الافريقي بعد ما عيسى حياته يخلص الولايه الاخيره بالنسبه له. طيب تعالوا نروح للفقره العالميه قبل ما نستقبل كابتن محمود فتح الله. نطلع فاصل، عايز فاصل؟ نطلع فاصل ونرجع ناخد الفقره العالميه بعد الفاصل ان شاء الله.